الإحصاءات الاقتصادية. الناتج المحلي الإجمالي هو مجموع القيمة المضافة لجميع الأنشطة الإنتاجية في أي إقليم اقتصادي. ففي عام 1970 كان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي 3.3 مليار درهم، ومع التطور الكبير المحرز في الإمارة على مدى الأعوام الأربعين الماضية تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 953 بليون درهم في عام 2013، أي بمعدل نمو سنوي مقداره 18.4% بين عامي 1970 و2013. نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وحاصل قسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على مجموع سكان الإقليم الاقتصادي، وينظر إليه كمؤشر على مدى استفادة السكان من النشاط الاقتصادي. وفي عام 2013 بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في إمارة أبوظبي 388,600 درهم، ويمثل هذا الرقم أحد أعلى المعدلات في العالم. في عام 2013 بلغت قيمة صادرات أبوظبي غير النفطية 16 مليار درهم، وتم نقل أكثر من نصف هذه الصادرات 56.5% منها عن طريق البر، وحوالي 41.3% عن طريق البحر. وكانت السعودية الوجهة الأولى لصادرات أبوظبي غير النفطية، حيث بلغت وارداتها من الإمارة قيمة 6.7 مليار درهم عام 2013. الاستثمار الأجنبي المباشر هو قيام منشأة ما بالاستثمار في مشروعات تقع في اقتصاد آخر للحصول على مصالح إنتاجية تستمر على المدى الطويل. وقد كان إجمالي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي 60.9 مليار درهم عام 2012، مقارنة ب 92 مليون درهم فقط في عام 1962. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من استراليا 8.3 مليار درهم عام 2012، تلتها المملكة المتحدة باستثمارات قيمتها 5.9 بليون درهم.